بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام، أجدد التحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا الحادي عشر في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم. الشوط الحادي عشر وهو الشوط الخاص بذلل المحليات الأصايل، انطلاقة سليمة كما يتمناها الجميع في هذا الشوط بهذه التحدي في مسافة ورحلة 6 كيلومترات. نتابع البداية وأرش رود من انطلقة بناموس في هذا الشوط التابعة لهجن العاصفة، يقودها حمد بن راشد بن غدير، ومن الجانب الآخر أرى هناك أيضا التسلل في هذه اللحظات من ملهمة اللي انطلقت مع المركز الثاني بشعار هجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير من يقدم هذا التحدي، والكوكبة الثنائية اللي سارت واندفعت بناموسي هذا الشوط. ننطلق مع المركز الثالث، نتابع الحذرة مع المركز الثالث لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم، والمكتوم حمد بن علي العويسي من ينطلق مع الحذرة مع المركز الثالث. سمحة تتسلل مع المركز الرابع ومع المركز الخامس سرابة التابعات لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس وأرى القدوم من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، عملية تضميرها وتدريبها عند سهيب بن مبارك بن مرخان. ننطلق مع المركز السابع في هذا التحدي المثير، نتابع الشاهينية مع المركز السابع من هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. نتابع المركز الثامن، في هذا التحدي المثير مع هذا الانطلاق مشاهدينا متابعين الكرام، وأرى التقدم في هذه اللحظات مع المركز الثامن من مياسة لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلة سالم بخلفان بالشاوي من يتابع انطلاقة مياسة. وتاسع التحديات أرى الانطلاق أيضا من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، علي بن راشد بن غدير من يقود الشاهينية مع المركز التاسع ومع المركز العاشر. أرى التحدي أيضا الانطلاق من السايحة بالشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، علي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 من يتابع هذا الانطلاق مع هذا التحدي المثير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام وندانا الأول للعشر المراكز الأولى. نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحديات الرائعة والانطلاقات الجميلة، وأرى هناك ملهمة، أرى من ملهمة من انطلقت بناموسي هذا الشوط، من اندفعت بالصدارة، قادت المجموعة ملهمة. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات رائعة، والكوكب رباعية، الكوكب رباعية بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة وبقيادة ملهمة. المركز الثاني تنطلق فيه الشرود، ومع المركز الثالث سمحة، ومع المركز الرابع التحديات أيضا للسرابة، ليصبح التنافس والصراع والكوكب رباعية مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة، من يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط مع هذه الرباعية المتميزة، مع هذه النجوم المتلألئة في صباح هذا اليوم، وبقيادة ملهمة اللي تقود هذا الركب، تقود هذه المجموعة. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس كي أرى الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، سهيل بن مبارك بن مرخان متابعا لانطلاق الشاهينية مع المركز الخامس. سادس التحديات الحذرة لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم، وبقيادة حمد بن علي العويسي من يتابع انطلاقة الحذرة مع المركز السادس. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام أرى القدوم أيضا التسلل مع الشاهينية اللي انطلقت مع المركز السادس في هذه اللحظات، أو المركز السابع، مع المركز السابع التابع لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. نتابع ثامن التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز الثامن أرى انطلاق أيضا من سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، وبقيادة مطر بن سيف بن لاحج،
ومع المركز التاسع مياس لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، سالم بخلفان بالشاوي من يتابع هذا الانطلاق، ومع المركز العاشر أرى هناك أيضا الشاهينية أو الشاهينية بالفعل لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة علي بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط. مع النداء الثاني، نعود بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، والتحديات رائعة، التحديات جميلة وملهمة، من تقود المجموعة تليها أيضا مع المركز الثاني سمحة، ومع المركز الثالث سرابة الكوكب الثلاثية بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة، من يفرض سيطرته وأيضا التامة على مقدمة هذا الشوط مع هذا المثلث الذهبي. يا سلام، التحديات رائعة والانطلاقات جميلة والتغييرات مستمرة مع هذا الشعار نتابع سمحة، اللي تسمحت أمورها انطلقت بناموس هذا الشوط بشعار هجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير تليها مع المركز الثاني ملهمة، ومع المركز الثالث سرابة، ومع المركز الرابع أيضا الشرود والرباعية بشعار هجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. ننطلق مع المركز الخامس كي أرد تسلل في هذه اللحظات والانطلاق من الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وبقيادة زهير بن مبارك بن مرخان. من يتابع، انطلاق الشاهنية مع المركز الخامس، سادس التحديات أيضا والانطلاقات الجميلة. أرى القدوم في هذه اللحظات من الشاهنية بشعار هجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز السابع، الحذر تتسلل أيضا تنطلق مع المركز السابع لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم والمكتوم وبقيادة حمد بن علي العويسي. من يتابع انطلاقة الحذرة مع المركز السابع، بقية المراكز بعيد عنا، اعذرونا بنعود مع الصدارة، بنتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحديات الجميلة والكيلو المتر الأخير والخطير مع هذا الانطلاق، مع هذا الاندفاع المباشر، مع هذه الكوكب الثلاثية بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة. من ينطلق بالمقدمة والصدارة مع سمحة اللي متسمحة أمورها بدون أي أوامر، تذكر حتى هذه اللحظات الاندفاع تلقائي مشاهدينا متابعينا الكرام محبي هذا الشعار. يا سلام، سمحة على الصدارة ملهمة مع المركز الثاني، وسرابة أيضا تأتي ثالثا. تهانينا من هذه اللحظات لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم على هذا التألق لهذا الشعار، شعار هجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. من يتابع، هذا الانطلاق المتميز الكوكب الثلاثية وبقيادة سمحة، ملهمة مع المركز الثاني ومع المركز الثالث سراب بعدا المسافة. ارقص المشاهدين متابعينا الكرام في اللحظات الأخيرة بدون أي أوامر. تذكر تهانينا لهجن العاصفة مع هذا الأداء المتميز، مع هذا التألق مشاهدينا متابعينا الكرام. تهانينا أيضا موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه لحظات الوصول، لحظات الوصول إلى خط النهاية مع هذه الكوكبة الثلاثية، لحظات وصول ملهمة، ولحظات وصول سمحة، ولحظات وصول سرابة بالكوكبة الثلاثية بهذا الشعار. تهانينا لهجن العاصفة المركز الرابع تصل فيه الشاهنية، من هجن العاصفة والمركز الخامس تصل فيه الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن غدير والبقية بن حيلان لأعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول ملهمة إلى خط النهاية، تقطع مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 43 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. التهاني لهجن العاصفة بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول المركز الثاني تصل فيها سمحة، تقطع المسافة في 9 دقائق 44 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. واللي وصلت مع المركز الثالث أيضا سرابة بشعار هجن العاصفة، تقطع المسافة سرابة في فترة زمنية مقدارها
هذه لحظات الوصول 9 دقائق 45 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. التهاني لهجن العاصفة والتهاني دائما للواثق حمد بن راشد من غدير.